أهم الأحداث اللي تعاملنا معها يوم أمس. إحنا يوم أمس طبقنا 10 مركبات خالفت أمر الطوارئ وحالة الطوارئ، وكمان ضبطنا مواد مخدرة كانت ستدخل على أحد الحواجز المدينة من الجهة الغربية، سنوفيكم في 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 بيان فيما بعد. أيضا ضبطنا تعاملنا مع عدد من العمال القائدين إلى المحافظة في جميع أرجائها بالتعاون مع لجان الطوارئ وزملائنا ضباط الأجهزة الأمنية في القواطع. كل هذه الأحداث أيضا ألقينا القبض على 3 مطلوبين يوم أمس. هم مطلوبين على عدة قضايا مثل السرقات في وقت سابق. أول لحظة هي بتتبع قضية يعني هذا الفيروس اللي هو يعني فيروس عالمي ليس فقط على شعبنا الفلسطيني. ونحن في محافظة نابلس جزء لا يتجزأ من لجنة الطوارئ ومن كل اللجان الموجودة في أنحاء محافظة نابلس. حقيقة يعني في بدايتها كان في هناك بعض الإرباكات لبعض اللجان، ولكن هذه حسمت من قبل الفصائل وأكدت أن لجان الطوارئ الفصائلية هي لجان ثقافية، لجان توعوية، لجان إرشادية ولجان مؤازرة إلى الأمن الفلسطيني.